والله نوقع اجتماع في وزارة الداخلية بإشراف السيد محمد الغنوشي، وقتها في تفعيل 56، كان هو رئيس الجمهورية المؤقت قبل تفعيل 56 57 من الدستور. من الدستور، بحضور القيادات الأمنية العليا، وتقرر أنه لا سبيل لعودة بن علي إلى تونس، ولذلك أعطي الأوامر للطائرة حتى تعود من السعودية، من السعودية فارغة. فارغة. نعم. رجوعه اكيد هذه ما اكد انه باش يزيد يغذي ويشعل نار الانتفاضه. وقتها ينجم يكون بن علي يعطي اوامر باعتباره قائد اعلى قوات مسلحه، ينجم يعطي اوامر الجيش بيطلق النار. وقتها باش ندخل وقتها فعلا، علاش يقول حرق؟ علاش يقول لك تم انقاذ تونس من حمام دم؟ عليها انه ثم فراغ ومنش مش خلوا البلاد للفراغ، معناها تقريبا في مش بحزم، مش معناها جواب حاسم، بمعنى انه انت تركت البلاد وما لم تعلمنا، وما كانش معناها باش نكون واضحين ونكون نزهاء ونكون صادقين، مش معناها رد عليه بقسوه او بحزم او احنا نتحمل المسؤوليه. نعم. معناها كلام تقريبا فيه شيء من المجامله وشيء من التبرير. يعني من التبرير